ولمزيد من التفاصيل معنا من إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. خالد صباح الخير وأهلا بك معنا. خالد، إذا كيف قضى أهالي الشمال مقلول يا السوري أخي، ليلتهم؟ متعرفين. أهلا بك. كيف قضى أهالي الشمال السوري ليلتهم بعد هذا الزلزال الذي ضرب مدينة هاتاي؟ نعم، فرح معظم العوائل في منطقة الشمال السوري باتت ليلتها في العراء وفي السيارات وفي المناطق المكشوفة. الزلزال كان قويا جدا، ما شعر به الأهالي هو نفس ما شعر به الأهالي لحظة الزلزال الأول، لكن المدة كانت أقصر بكثير من الزلزال الأول. تعرب عدد من المباني المتصدعة للسقوط، أيضا أصيب أكثر من 130 شخصا في منطقة إدلب وريف حلب بإصابات متنوعة. بعض الإصابات هي حالات نفسية، تعرض بعضهم لأزمات نفسية تم نقلهم للمستشفيات، البعض الآخر تعرض لإصابات جراء سقوط الحجارة من المباني المتضررة من القصف السابق. حالة من الهلع سادت في المنطقة. بدأت فرق الدفاع المدني بدعوة الأهالي للنزول إلى الساحات، إلى المناطق البعيدة عن السكن والابتعاد عن المنازل المتصدعة. الفرق الهندسية تقول أنها ما لبثت أن انتهت من عمليات المسح للمنازل السابقة، حتى بات عليها الآن المسح من جديد. كثير من المنازل لم تكن متصدعة في الزلزال الماضي تصدعت في هذا الزلزال، والمنازل التي كانت متصدعة في الزلزال الماضي زادت تصدعاتها وشقوقها. الكثير من المنازل كانت صالحة للسكن باتت الآن غير صالحة أبدا. ضغط كبير على مراكز الإيواء، الأعداد النازحين باتجاه هذه المراكز زادت أضعافا مضاعفة، وحتى الآن لم يعد الأهالي إلى منازلهم. هنالك دعوة المنظمات والفرق التطوعية للتوجه إلى المراكز التي تجمعت فيها الأهالي. معظم الأهالي خرجوا بملابسهم باتجاه هذه المراكز، زادت الاحتياجات بحسب الفرق الطبية. وهنالك أيضا دعوات الأمم المتحدة والدول خارج سوريا لتكثيف جهود الإغاثة باتجاه هذه المنطقة بسبب الارتفاع المستمر لأعداد النازحين والمتضررين. الهزات الارتدادية في كل لحظة تقريبا هناك هزة ارتدادية، المخاوف تزداد بشكل كبير. أيضا هنالك دعوات لتأمين خيام لمعظم العوائل، البرد قارس جدا وهنالك نقص كبير في مواد التدفئة، ولا يوجد أي مكان لهذه العوائل للتوجه إليه بسبب امتلاء مراكز الإيواء عن آخرها. شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي، كنت معنا مباشرة من إدلب.